البنات السلام، كديري؟ لاباس عليكم. انا يلا دخلت من الزنقه، ما دوش السبت وحد ما دوسوش في داري، دوزو عند اختي. ويلا جيت، يلا جيت، يلا جيت، يلا دخلت نيشان. وانتم كتشوفوا باقي الحوايجي ديال الزنقه، داك التقدي اللي شريت وتخربقت لي شي، دابا نوريهم ليكم. وكيدخل درت الميطاب باش نتوضى ونصلي المغرب. وهانتوما معايا، هانتوما معايا، انتو معايا حبيباتي. عرفتي دخلت حيت غير الصنداله من رجليا، حيت الصنداله من رجليا، لبست البانطوفه ديال الدار ومشيت حيت واحد الحويجات كانوا في الحبل، شي حويجات طرشويات وداكشي ديال الكوزينه، وكنت مصبناهم ونشرتهم. ودابا هانتو معايا، انا يلاه كيدخلت وغتشوفوني كيفاش غنوريكم داكشي اللي شريت. البنات حبيباتي، اليوم غنوجد معكم العشاء ديالي. اليوم غنطيب شويه ديال الشوفان، غنطيب شويه الشوفان بالزبيب والماء فقط، كيجي رائع 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 رائع. ايوا حبيباتي 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 حبيباتي، وهانتوما معايا، هانتوما معايا. عرفتي جيت بعدا بدلت عليا وتوضيت ولبست حوايجي وارتاحيت وصليت المغرب، وعاد جيت انا وجد معكم الكوتي. عرفتي راسي حزمت وراسي ضرني مع الشال هكا، راسي كنحس بها هكا، كيدير هكا راسي كيزدح عليا، سبحان الله العظيم يا البنات. مني درت لاشيمو انا ديما راسي كيضرني، ديما راسي زديح زديح زديح. واخا كنمشي عبد كيقول لي ودي راه عادي، ما فهمتش والله، ما فهمتش ما فهمتش. ودابا هانتوما معايا، تبقاو معايا تم نطيب اتاي وجد الكوتي ونطيب العشاء ديالي اللي هو الشوفان بالزبيب، كيجي رائع صدقوني، كيجي رائع، احسن من حس، كيجي فن. المهم انا كيعجبني وكاع اللي كيذوقوا عندي كيعجبهم. الزبيب دايره هنا في الثلاجه، وهانتوما معايا، هانتوما معايا. عرفتي كنجي للدار، سبحان الله العظيم، كل واحد حتى كنجي لداري عاد كنرتاح، واخا كنكون عند خواتاتي كيديروا لي مسكنها، ولكن ما كاينش بحال دارك سبحان الله. نطيبو هنا، ندير الماء يطيب، كما وعدتكم حبوباتي قلت لكم اليوم راني شريت واحد العيبات، قلت لكم غنبدل كامل الكوزينه، هاد الصفر طلع ليا في راسي، وغنبدل غندير داكشي في الغوز، عجبني واحد، ديما كنقول لكم غنبدل هادشي كامل عندي في الكوزينه ان شاء الله، بحول الله بحول الله ان شاء الله، الا طول الله العمر غنخيط لها واحد الاكسسوار رائع 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 رائع، وغتشارك معكم الخياطه ديالو. خليني عاد نهبط لدارنا القنيطره، غنجيب من تما الثوب، لانه الراجل اللي عنده الثوب عجبني، كاين حدانا تما عندنا في حدا دارنا، غنشري داك الثوب وغنصايب ليها واحد العيبات. ورا كنت خارجه وشريت واحد العيبات ما غنوريهم ليكم. بقاو معايا تشوفوا شنو شريت انا. هذاك الشيء اللي تقدي كما جيت حطيت صاكي باقي في الكوزين، شريت هاد الجلد الحمام، هذا هو اللون اللي بغيت ندير دابا، كان هذا هو اللون اللي كنعوض به داك اللون اللي كان عندي، هذا هو اللون ديال الحمام وديال الكوزينه. ما كتعجبني بان انا نفس اللون في الحمام وفي الكوزينه، شريت هذه الحمام،
الله يدخل عليا بالصحة والسلامة. المهم لقيتها بثمن مناسب هنا حدايا، هنا حدا داري ب20 درهم، ولقيتها في المدينة ب15 درهم، وانا نشريها. وشريت هاد البليغة 30 درهم بثمن مناسب. مهم كما قلت لكم الضفار ديالي، مني درت لاشيمو انا ضفاري مرات ليا، واخا كملت الدواء واخا كملت العلاجات وطلعوا لي ضفار جداد، ولكن من بعد هادوك الضفار جداد مع كلبس برديلات ولا لبس بابط وداكشي تاني تسحقوا لي ورجعوا كما كانوا. والله ما فهمت، ما بقيتش قدرت نلبس شي حاجه مزيره ولا شي حاجه بوانتي من هنا من القدام ولا هذا، غير الله يدير شي تعود الخير وصافي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ديما انا كنقول لكم الحمد لله والشكر لله على كل حال، لانه المؤمن مصاب. سبحان الله العظيم، انا كيعجبوني الضفيرات في الرجلين يكونوا مقادين وفي اليديات، ولكن المصاب من عند الله. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. كنتمنى ان شاء الله يبراو لي ضفيراتي ونعاود ندير لهم تاني، كيعجبني ندير بيك غرش ليا ولهذا حبوباتي زوينات. هذاك الشيء علاش شريت هذا، مع بغيت نبدا ندير لهم غير الدواء ديال العرب، قالوا لي ديري لهم غير الثومه، قطعت هذاك الشيء اللي مريض فيهم هذاك ما والله تحشمت نوريهم ليكم. المهم غنوريهم ليكم، انتوا معايا غنوريكم الضفيرات، لانه ضفيراتي كنبكي عليهم والله العظيم. غنوريكم الضفار انتوا، شتو البنات شتي تفرج ليا كي ولاو ليا. هذا ديال هذا الرجل وهذا ديال هذا الرجل، شتي كي ولاو ليا. مع خصكم راه ضعيفه في التصوير ديما كنقول ليكم، ولا اله الا الله. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. كنتمنوا من الله يجيب الله الشفاء والعفو، وحيت الطبيب قال لي ما حد ما حد ما حد، المهم راه كنقعد باش نبان لكم يعني، ما حد قال لي الطبيب ما حد لاشيمي، ما حد دوك المواد الكيماويه، لانه قال لي لاشيمي وهذاك الراديو ثيرابي راه ما كيخرجش من الذات، كاين اللي كيخرج ليه على 5 سنين، كاين اللي على 3 سنين، كاين اللي كيبقى في الدات ديالو حتى 8 سنين. علاش حنا كنبقى كتبقى مني كيدير الانسان لاشيميو كيبقى الانسان الدات ديالو مضره. وشريت واحد العيبه، واحد الحاجه زوينه 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 زوينه. غمضوا عينيكم، غمضوا عينيكم، الحاجه زوينه ها هي. هادو السبانخ هادو كيعجبوني ناكلهم، كيعجبوني ناكلهم. بلاتي نطيب، نصيب البراد بعد نكمل معاكم. هادي هادي شهي تاهي هنايا حدايا في السوق 5 دراهم القبطه، لقيت ب3 دراهم وجبتها ندير في الثلاجه. ندير في الثلاجة ايوا والماء حبوباتي راه طاب. غنطيب شي عسل مع تمام الخير، جيت من عند اختي طيبات الغداء تمام على الخير داكشي. دابا غنطيب شويه الشوفان نتعشى بيه، وغنحط ونطيب كويز الاتاي بقهوه ودوك تقيطقات ديال هذا، باش نبقى جالسه مقصر في التليفون وشويه في الورا. كندير الحفل بقد من هنا، كنتمنى ان ديروا لي لايك وديروا لي جيم وديروا بارطاج الفيديو ديالي وديروا بارطاج القناه ديالي. وكنتمنى كنتمنى يا حبوباتي الجميلات راكم ديما في القلب، وراني كنموت عليكم من عاوتش لي شويه تقرقيش. فاش كنبغي نطيب اتاي راني كندوخ، ما كنعرف ندير فيه اللويزة ولا ندير فيه زعتر ولا اللويزة ولا فليو، كل مرة واش كندير فيه.
الكهري راني كنشرب اتاي مسوس، ولكن ملي كنكون عند خواتاتي بالخصوص اختي الصغيره ما كدير لي ريجيم لا والو، مازال اختي الكبيره كدير اتاي مسوس وكطيب الماكله ديال الريجيم. اختي الصغيره ما كتقدرش دير معايا الريجيم. وكما قلت لكم هذا كناخذو في بيم زوين زوين رائع. هناخد جوج معالق بهادي تشوفوا معايا، هو كيبغي يطيب وكيبغي النار مهيله تكون. طيب هادي ديما انا اتي فايد لي على الفرن ديما. ديما انا اتي ديالي فايد سبحان الله، رزق شايط. كيعجبني انا اتاي يكون قاطع ويكون مهلك ويكون زوين 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 ما نعاودش لكم. وكان كيعجبني اتاي يكون حلو ولكن سي دوماج. درت جوج معالق من هاد كيف لي غادي تتعب لان الكاسرونه عامره. زيد شويه بحسب داكشي اللي غيقد. انا غدا انا كنصوم اثنين وخميس، ولكن غدا غنصبح فاطر لانه غنمشي عند الطبيب يبدا يقلب فيا ويبدا انا خاصني نكون فاطره. وهذا الزبيب انا ديما كناخذ هذا الزبيب بحال هذا. هانتوما ديما كناخذ انا هاد الزبيب زوين. ديرو على حساب الذوق شتي كيبان ليكم. وغنخليه يطيب مزيان يطيب 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 طيب تيتعقد مزيان. وديك الساعات بسم الله يلا ما كندير فيه لا زيت لا حتى حاجه. اللي كياكل الزبده راه كتمشي معاه الزبده. غندير فيه دابا واحد القريصه د الملح، قريصه د الملح حيت هاد الملح راه شويه بدات كتديرني كتجي شويه قاطعه. والله هي البنات تجي تشبعانة، ولكن غناكل شوية د الحلوى حيت أتي مسوس غناكل معاه حليوات خواتاتي. والله واخا أنني داير الريجيم ما كناكلش ضروري، كنبغي ناكل شي حاجة حلوة لأنه كنحس ب كنحس بشي حاجة فيه لداخل كتبغي الحلاوة. انا ديما الزبيب ما كيخضرنيش هو الثمن لانه كنصاوب به الكيك وكنصاوب به البان كيك كنصاوب به شويه ديال الحليوات ما كندير به كنديرو في بلاصه الصفار. ايوا وهانتوما هنايا هذيك الطوشه. ايوا دابا غنجدو
فيتيليا ونحط داكشي. هو هاد انا كيعجبني نطيبو مزيان، هاد سميتو عليه الشوفان، كيعجبني نطيبو مزيان لانه راه ما حد هو كيطيب، هو كيطلق داك الجيلاتين ديالو، داك المواد ديالو. راه كيجي رائع صدقوني، انا المهم انا كيعجبني وكيجيني فحال الصفا. تقريبا عندي تقريبا عندنا هنا في عندي هنا في كوزينه سيدي قرقاب، الله يحفظنا ويحفظكم من سيدنا قرقاب. الله يحفظنا ويحفظكم من سيدنا قرقاب، لانه سبحان الله ما شاء الله لا اله الا الله محمد رسول الله. زوينة هادي، كتجي غزالة بالنسبة للناس اللي دايرين الريجيم فحالي. المهم شوية مش أكل ريجيم، وإنما راه شحال من حاجة ناقصاها، شحال من حاجة ناقصاها. ودابا يا البنات غنتهلا في راسنا، غنحط في هذه العيبات باش نهزها في خاطرها، نديها عيس بس هادي هز هادي هز هادي هز. مامتي هادشي انا راه ديما فايد ليا، ديما هادشي فايد ليا. شويه كنطلق عليها الفرن بنار مهيله باش كيطيب داك الشوفان مزيان. دم انا غمق ديما ما كتقول لي عجب الله ما عندكش الوليدات، كون ما كتحطي لي والو في التبسيط. ضروري ضروري البنات، كنتمنى تقبلوا على هذا الكوتي وتقبلوا على هذا الفلوج الجميل جدا، وانا عاجبني ما عرفتش نصوركم نتوما هاد السكريات. كما كنقول لكم البنات، شي النساء اللي مصابات فحالي بالسرطان الثدي ومصابات بالغده الدرقيه بعد من الميكا، انا ان شاء الله راه مع الوقت غنحيد هادشي كامل، لانه السكريات ديال البلاستيك مضرين مضرين بالصحه ديالنا. بغيت نوريكم شنو اخر شريت، واحد الحاجه ثاني زوينه ديال الماكله، واحد الحاجه رائعه. شريت زيتون بلدي، شريت زيتون زيتون طبيعي، انا نصور راسي. هذا راه طبيعي، شفت شهاب انا كنصوبو كيجي رائع، لانه انا حليت عيني في الام ديالي كتصوب الزيتون كتسرعو، وحنايا حتى حنا دوخة كل وحده على شكل بارو داكشي، باقي كنصوبو هذاكشي مطبعين على الام ديالنا. وباش نوريكم هاد الزيتون ديال، انا باقي عندي الزيتون ديال العام اللي فات، ها هو هذا انا مصوبه لراسي، هاد الزيتون مصوبه لراسي.
وهذا حتى هو غنصوبو نرقدو في الزيت ونخليه يبقى يتاكلي منه. كنشري الزيت الاخر كنحطو الا جا شي حد، ولكن الزيت اللي مصوبه انا كنصوبو كناكل بوحدي لاني انا مريضه، ما كنبغيش ناكل الزيتون. الزيتون ديال الزيت اللي كيتباع فيه مواد كيماويه. شال بناتها هذا، انا مصوبه راسي شتي كي داير. هذا راه عام من العام اللي فات هو عندي، يلا هذا الاخر ديالو ها هو بقى، والحمد لله هاد 2 كيلو لانه كناكلها وحيده وحيده وحيده، ما كناكلوش بزاف. ما ماشي كل مره كت في المكمن ملي كنتجهز ويت ناس كحلين كنحط منه. وتصير بيض راه مصوبه حتى هو راسي. المهم انا كيعجبني هادشي نصوبو راسي، هذا البيض مصوب على راسي حتى هو، ها هو مرقد بورقة موسى وبحوايج حمايه مرض داكشي. وهنا الفلفله حاره والحامض حتى هما مرقداهم كناكلهم راسي، لان الفلفله حاره وداكشي الهريسه وداكشي الزنقه فيه مواد كيماويه. كيعجبني داكشي نصاوبو لراسي. المهم الانسان شحال ما لا قد يصاوب شي حاجه لراسو يصاوبها لراسو. شتي البنات شوفوا شوفوا معايا شوفوا معايا هاد الشوفان كيفاش راهو تيطيب. شتي كيفاش كيطيب؟ شتي داك الزبيب كيطيب وكيتمخخ وكيجي رائع. مازال فين غيطلع؟ وهذا هذا البراد ديال اتاي اللي وجدت، وهذا وهذه ديك الحليوات اللي غناكل مع اتاي. سخفت والله حتى سخفت 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 سخفت. ولهذا حبوباتي الجميلات، المهم انا كنشارك معكم اي حاجه كنديرها اللي قديت عليها وقديت نوريها لكم راه كنوريها لكم. وللحديث بقيه، وراكم حبوباتي وراكم الزيونات ديالي، وراني كنموت عليكم نموت عليكم نموت عليكم. وشكرا لكم وشكرا على المتابعه وشكرا على التعاليق ديالكم. امح عليكم.